الو، ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام. ازيك انت؟ الحمد لله. اتعرف بيكي؟ ممكن نقول اتش اتش كم سنه؟ كم سنه؟ طيب 25. مرتبطه؟ المفروض قبل ما اسالك عن الارتباط اسالك عن والدك. بابا حنين عليكي. هي والدي الله يرحمه تمام، بس عايزه اقول لك ان الفتره اللي هو كان موجود فيها كان اكتر حد حنين عليا، لان هو انا البنت الوحيده وكده، فاللي هو تقريبا كان ايده مخدتي وايده التانية بطانيتي. الله عليكي، الله يرحمه. طب احكي لي بقى. هحكي لك. هي القصة ممكن نقول بدأت من 4 سنين في الكلية. تمام. أعجبت بشاب وهو أعجب بيا، بس إحنا ما قلناش إن إحنا بنحب بعض ولا أي حاجة، تعملنا على إننا زمايل. وكان الكلام مجرد دقيقة مثلا كل أسبوع ولا حاجة، اللي هو إزيك عاملة إيه تمام الحمد لله. خلصنا الكلية ودخل الجيش. آخر شهر في الجيش ليه قال لي إن هو بيحبني، الكلام ده السنة اللي فاتت، وقال لي ان هو هيجي بقى يخطبني خلاص، اللي هو يعني ابتدى بقى يجهز ومستعد للجواز. انت ممكن تقول الراجل الحنين هو فعلا الراجل الحنين. انا بقالي معاه سنة. انا عمري ما زعلت منه، وحتى لو زعلني عشان حاجة بسيطة هو اللي دايما بيراضيني، على الرغم من اني بضايقه كتير. يعني انا غير بتضايقيه ليه؟ طيب غيرة مفرطة، يعني أنا بغير عليه من كتر ما هو أنا خايفة حد يقرب منه. طيب كملي ونرجع. هي دي المشكلة. أيوة، ما هي دي أساس المشكلة. أقول المشكلة دلوقتي إن هو جه تقدم لي هو ومامته في شهر 2 اللي فات 2019. قعدوا وتعرفوا علينا، طيب واحنا هنحدد ميعاد ونجيب بابا ونيجي ومش عارفه ايه. والمهم راح، طب نستنى شويه، طب مش عارفه ايه، توه. المهم جيت ضغطت عليه في الكلام. طيب ما احنا كده مش هينفع، انا عندي مشاكل في البيت مع اهلي وكده. قال لي انا بابايا مش موافق على الجواز. ليه؟ كان جايب له عروسه تبعه وهو رفض، فقال له طالما انت صغرتني مع دول فانا اصغرك مع دول. منه لابوه؟ منه لابوه. منه لابوه، مالكيش فيه. واضحه ولا نعيدها؟ قلت له نبعد خلاص، مش هينفع نتكلم، هو مش هيقدر يبعد. قال لي مش هقدر ابعد ومش هسيبك وانا محتاج لك، الكلام اللي حضرتك اكيد عارفه والقرار كتير. حلو حلو. نفس القصه، انا بحبه جدا. حلو. حل جه من اسبوعين، حصلت بينهم خناقه كبيره جدا في البيت و ساب البيت والكلام ده كله. بعت لي مسج قال لي ان هو حصل مشاكل كتيره وان هو خايف، لانه انا من فتره جالي عريس وانا رفضته بسبب الموضوع ده. قال لي انا مش هوقف لك حياتك، انت شوفي حياتك وخلاص. منه لابوه؟ نسيب بعض. منه لابوه. انت مالكيش فيه. هقولها لك تاني وهقولها لك بطريقه تانية. دلوقتي لما يكون الراجل بياخد قرار عايز يرتبط بواحده، والست دي جاهزه واهلها موافقين والدنيا امان وبتحبه وبيحبها وكل حاجه، وابوه وقف، هتجري انت تقولي لابوه معلش يا انكل عشان خاطري طب اديني فرصه؟ لا طبعا، الا تقللي من قيمتك بشكل غير طبيعي. طب ايه الحل دلوقتي؟ منه لابوه، هو يتعامل مع ابوه يجيلنا بالرد النهائي. تعالي نقول كلمة تانية. أي بيزنس بلان في العالم، أي شغل في العالم، أي حاجة في العالم تنجح بيبقى لها حاجة اسمها تايم فريم. يعني بيقول لك أنا مثلا في التوقيت ده، من التوقيت ده هنجز كذا، من التوقيت ده للتوقيت ده هنجز كذا، بيبقى فيها خطة. أي حاجة مفتوحة بدون تايم فريم تخسر. أي حاجة مفتوحة بدون ما نخطط لها نعمل لها بيزنس بلان كده بتايم فريم بكده تخسر. أكيد. أوكي؟ فأنت لازم لك في حياتك تايم فريم. أنت عندك كام سنة؟ هتم 25 شهر جاي. هايل جدا. نستنى بقى لحد ما نبقى 29 30 31. لا، نسب العرسان قلت، لا الفرص ضعفت. اليوم اللي بيعدي عليكي في حياتك ده 24 ساعة، كل ساعة فيها 60 دقيقة، كل دقيقة في كل فيها 60 ثانية، الثانية محسوبة عند ربنا سبحانه وتعالى من عمرك. يبقى ندي خلاص. انت شايف هتاخد وقت قد ايه لحد ما تاخد قرار وتيجي تقول لي خلاص شكرا كده انا مش قادر، ولا انت مش قادر اللي قلتها دي اعتبرها نهائي؟
وخدي قرار. قلبك هيتوجع؟ عارف هيوحشك. حاليا قلبي موجوع فعلا، مش متقبلة اي حد يتبقى. انت متخيلة ان انت اول ولا اخر واحدة سابت حبيبها او حبيبها سابها؟ لا طبعا كتير حصل كده. ماتوا ولا عاشوا؟ لا عايشوا، وانا عشت بعد بابايا. انا حلو، حبوا تاني واتجوزوا وخلفوا وعشقوا وانبسطوا وطاروا وكبروا والدنيا كلها ده في منهم دلوقتي بقت تيتا وجده كمان. فالدنيا ما بتقفش على مخلوق. أكيد. احنا اللي بنوقف قلوبنا ونوقف عقارب الزمن على مخلوق. ولما بنفوق لنفسنا، ودايما بنفوق على فكره عشان تبقي عارفه، دايما بنصحى ونفوق، لكن لما بنفوق لنفسنا بنكتشف ان العقرب لف مليون لفه وانا مش دريان، وان العمر جري، وان الفرص راحت، واني قدرت حاجه من اغلى ما يمكن ربنا سايبها لي وانا مش عارف قيمتها.